خطاب العرش يؤكد على دور المرأة المغربية في التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة، اهتمام يعكس الحرص الملكي الدائم في جل المناسبات على النهوض بوضعية المرأة المغربية وتكريس مكانتها في المجتمع المغربي. العاهل المغربي الملك محمد السادس توقف مطولا عند موضوع المرأة المغربية من خلال التأكيد على ضرورة مشاركتها في مختلف عمليات التنمية، داعيا إلى إعطاء المرأة المكان التي تستحقها. إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية. لذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات. وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش على النهوض بوضعية المرأة وفتح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها. وأشار الملك محمد السادس إلى أن مدونة الأسرة تقوم على مكوناتها الثلاثة والتي تتمثل في المرأة والرجل والأطفال، وأن الوقت قد حان لتجاوز بعض السلبيات ومراجعة بعض بنود المدونة في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية. وبصفتي أمير المؤمنين وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤثرها نصوص قرآنية قطعية. ومن هنا نحرص أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. وقد شدد الملك محمد السادس في هذا السياق على ضرورة قيام المؤسسات بتفعيل مختلف النصوص القانونية المرتبطة بمدونة الأسرة، وأيضا الحقوق المتضمنة في دستور 2011 المرتبطة بالمرأة.